السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوبر. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، فلنصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على أفضل الصلاة والسلام. طبعا أعزائي المشاهدين، قبل بداية هذا الفيديو والتعرف على تفاصيله، أتمنى منكم فضلا وسأمر أن تدعمنا بزر لايك تشجيعا لنا لنشر المزيد من الفيديوهات مستقبلا. إذا كنت مشاهد جديد أو كنت مشاهد يعني قديم في هذه القناة، وأقدم لكم تحية كبيرة. يعني أنا في هذه القناة قبل كل مباراة أأتي لكم بالتشكيلة المتوقعة بقوة، أنا أدعم توقعاتي من الصحافة الإنجليزية وأأتي لكم بها، وتكون يعني نسبة يعني 90% صحيحة، وهذا يعني سيشهد علي المتابعين والمشاهدين في هذه القناة في أكثر من يعني العديد 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 من التوقعات التي كانت صحيحة. طبعا إذا مشاهدين، في المباراة التي تتجمع بين نادي مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستكون إذا مشاهدين مباراة سهلة نوعا ما ولنادي مانشستر سيتي، إلا أنها ستكون صعبة في نفس السياق، لأنها يعني ستلعب في أراضي وولفرهامبتون، ويعني في تحت إطار البوكسينج داي. وطبعا إذا مشاهدين، تضمنت هذه التشكيلة وجود النجم الدولي الجزائري رياض محرز. تبقى أعزائي المشاهدين هذه فقط توقعات، ولكن سأطلعكم عليها. هنا كما تشاهدون أعزائي المشاهدين في حراسة المرمى هنالك اللاعب إيدرسون، أما في خط الدفاع كل الرباعي من كانسيلو، أوتاماندي، فرناندينيو وزيتشينكو. أما أعزائي المشاهدين في خط الوسط كيفن دي بروين، رودري وبرناردو سيلفا. أما أعزائي المشاهدين في الخط الهجومي المتألق كل من رحيم ستيرلينج، أما في خط يعني الهجومي في الوسط جابرييل جيسوس رأس الحربة، وفي الجهة اليمنية من تشكيلة نادي مانشستر سيتي توقع تواجد النجم الدولي الجزائري رياض محرز بكل جدارة واستحقاق. وذلك أعزائي المشاهدين أقول لكم لماذا، يعني لأنه أثبت نفسه في المباراة الأخيرة، وقالت الصحافة الإنجليزية لعل وعسى أن بيب غوارديولا يبدل ويغير عقليته تجاه نجمه الدولي الجزائري رياض محرز، الذي تألق وقدم هدف وكان أبرز اللاعبين في نادي مانشستر سيتي لمباراة أمام نادي ليستر سيتي ناديه السابق. يعني كان ممرض حاسم، كان يعني قدم مستويات كبيرة، إن توهج وانفجر في تلك المباراة، قدم كل ما في طاقته. وطبعا أعزائي المشاهدين أخذ تنقيط أعلى تنقيط في تلك المباراة 9.1 من ضمن 10. لهذا الصحافة توقعت يعني رؤية النجم الدولي الجزائري رياض محرز. يعني يبقى هذا توقع الصحافة، ولكن توقعنا نحن كجزائريين يعني متعودون من خيبات أمل من بيب غوارديولا. أنا أقول أعزائي المشاهدين وأتأسف من قول هذا، أن رياض محرز لن يكون أساسي. يعني رأيناه في العديد من المباريات، توهج أيضا في مباراة التي جمعت بين تشيلسي، قدم مباراة كبيرة، سجل هدف من اقيم ويعني افضل الاهداف يعني التي رايتها من النجم الدولي الجزائري رياض محرز في الدوري الانجليزي الممتاز. انا اتكلم كما قلت لكم، يعني سنكون النجم الدولي الجزائري رياض محرز احتياطي كالعاده يا ساده. طبعا اعزائي المشاهدين كان هذا الفيديو اليوم، اتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم، ولكن نتمنى ايضا رؤيه رياض محرز اساسي في هذه المباراه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.